اتجهت شركة نقل تونس إلى ما سمته تعديلا لتعريفة النقل عبر الحافلات أو المترو على مستوى تونس الكبرى، دون أن يتم تعميم نشر ملصقات توضيحية بالمحطات لإحاطة الركاب علما بتفاصيلها. التعديل قدم اختزالا للتعريفات الخاضعة لنظام الأقسام المرتبط بالمسافات، أي أن الراكب المتعود على اقتناء تذكرة بقيمة 320 أو 470 أو 650 مليما سيدفع 500 مليم، أما بالنسبة للتذاكر بقيمة 800 و 970 و 1170 مليما تم توحيدها في تذكرة بقيمة دينار واحد، أما بقية التذاكر المتراوحة بين 1350 و 2150 مليما ستكون في حدود 1500 مليم. ممكن نلقاو أنه التعريفة تتزاد من 320 تطلع لل 500 ومن 500 تطلع للدينار وتولي حسب الأقسام. هما شي يقولون؟ لأن احنا كمواطنين ما نفهموش لي ديتاي دو ديتاي تاع شركة النقل. يقول لك تو سامبلومون 500 دينار 1500. أنت حسنتني في السيرفيس، أنت حسنتني في المردودية نتاع القطاع هذا. صحيح عندنا الحق نعيشوا في أزمات و لكن أنا بيدي كمواطن عندي بوفوار داشا تحكم في. نقول علاش نخليو نفس لي كونديسيون ونزيدوا في التعريف؟ علاش ما نعالجوش بالعكس؟ خلينا نحسن لك أنا لي كونديسيون وأنا وحدي كمواطن ولا كطالب أنه كان ندفع لك ويعني عن رحابة صدر. مش عادي لا تقلق، شنو كل شيء زيادة، راهي برشا زيادات. خلي حط هم يبدلوا نحن ندفعوا 500. أي 500 وباهي التعديل هذا. هم ما ياخذوا فال 500 وش هي البروبليم؟ أول حاجة الساعة نقص وصرف حتى على العباد وعلى خاطر 20 و 30 ديما تصير مشاكل. وثاني حاجة زوز أنواع نتاع السكر خير من خمس أنواع نتاع السكر، كانوا عندنا سبع أنواع، لو ما جابونا المطبوعة هنا نفسروا فيها للخلاصة باش غدوة الحي حتى كي يبداو يخدموا ما يلقوش قلق. حتى احنا ديجا حتى البواياجير الموجودين هنا شاركناهم معنا وريناهم. التعديل في التعريفات قدمته شركة نقل تونس ضرورة نتيجة ارتفاعا في النفقات دون زيادة في المداخيل، فضلا عن مشاكل في عدم خلاص التذاكر تتسبب في إهدار عائدات سنوية بقيمة 8 ملايين دينار. الحل الوحيد هو تحسين نسبة جاهزية الأسطول، ومن نجم نحسن جاهزية الأسطول إلا ما نخلصوا خاطر فما برشا مزودين ما همش خالصين. بدينا نخلصوا فيهم صحيح، بدأت تتحسن الأمور أبارتير من 1 جانفي، بدأت تحسن الأمور، مي هذا كله يبقى غير كافي. إذا المداخيل اللي بتجي الإضافية اللي بتجي من التعديل التعريفي أوتوماتيكمون باش تمشي لخلاص المزودين، باش نوفروا قطاع غيار، باش نبداو أموا حاضرين بنسبة معينة في العودة المدرسية إن شاء الله اللي بتجي 2021-2022. وفي ضوء كل هذا تطمح شركة نقل تونس إلى الترفيع من قابلية تطوير الاستثمارات المستقبلية. تقريبا كل يوم عندنا 800 ألف مسافر يستعملوا مختلف وسائل النقل على مستوى تونس الكبرى. احنا نحبوا نزيدوا في الاستثمارات متاعنا باش نزيدوا نستقطبوا لماكسيموم العباد ونفوتوا العتبة متاع المليون مسافر يوميا. مي هذا كما قلت لك يطلب منا خدمة كبيرة، يطلب منا تمويلات إن شاء الله الحلول الجاية. يراد من التعديل التعريفي تخفيف ضغط التوازنات المالية لشركة نقل تونس، لكن يبقى في الانتظار تحسين النقل في تونس عبر تجديد أسطول الحافلات وعربات المترو وتطوير الخدمات بالأساس.